أهلا وسهلا بالمشاهدين، كل من انضم الآن لمتابعتنا عبر صفحاتنا الندية. يستمر مد الشروق المباشر لتعرف بإنسان السودان الخلاق الواعد في مجالات مختلفة. نرتحل معكم الآن وارتحال كاميرا قناة الشروق لتبين معالم الجمال والرياضة إلى أرض المحنة، قلب الجزيرة والمدني، جسر التواصل وجسر الرياضة وجسر الثقافة من خلال هذا التقرير. مشاهدين، بدأت فعاليات الموسم الرياضي الأول بحاضرة ولاية الجزيرة التي ينظمها الصندوق القومي لرعاية الطلاب. البداية انطلقت تحت شعار الرياضة جسر للتواصل، وذلك بملعب خماسيات الدار الزراعي بمدينة واد مدني. تأتي هذه البطولة تحت شعار الرياضة جسر للتواصل، ويمكن شرفنا اليوم الأخ وزير الشباب والرياضة والإخوة مدراء جامعة الجزيرة وجامعة القرآن الكريم وعمداء شؤون الطلاب بالجامعتين. وأفتكر هذه الفعالية تمثل روح رياضية، وأيضا إن شاء الله سوف يكون هنالك تواصل ما بين الطلاب وما بين الصندوق في مثل هذه الفعاليات. وأيضا الأخ الوزير مشكورا سوف يقوم برعاية هذه الفرق وأيضا تشبيكها مع فرق الولاية في منتخبات واد مدني، النادي الأهلي والنادي الاتحاد ونادي جزيرة الفيل. الموسم الرياضي الأول لطلاب الجامعات بولاية الجزيرة جسد لوحة رائعة بمشاركة أعضاء حكومة الولاية وعدد كبير من القطاع الرياضي بجانب رؤساء أندية اتحاد كرة القدم بالولاية. أننا في ولاية الجزيرة وفي وزارة الثقافة والإعلام والشباب والرياضة نبارك البرامج الهادفة التي تقودها أمانة الطلاب بالصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الجزيرة. نحن نسمي الدور الكبير للصندوق، وإن شاء الله يعني الدور الرياضية دي تتواصل بين كل المجمعات. مجمعات الجزيرة هي عبارة عن 10 مجمعات، ويعني إن شاء الله هذه الدور الرياضية يعني تربط بين الطلاب وبين العلاقات الجيدة بين الجامعات وبين الصندوق وطلابها. أمين الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الجزيرة أكد أن المنافسة بين الطلاب في مختلف المناشط تعد واحدة من الأواصر التي ينصهر فيها الطلاب من أجل بناء الوطن. هذه الاحتفالية بانطلاق الموسم الرياضي الأول من المجمعات السكنية الذي يتنافس فيه طلاب مجمع الجزيرة، طلاب مجمع حنتوب، وإن شاء الله حتعم هذه الفعالية كل الولاية، ومن ثم نطلق بها إلى ولايات السودان الأخرى. والشكر أجزله للطلاب لتفاعلهم في هذا الاحتفال الذي يمثلهم، وإن شاء الله بهم ومعهم نطلق إلى رحاب أوسع. ومعروف عن الجزيرة أنها بلد مترعة بالكفاءات الرياضية من المهارات العالية، إن شاء الله يتم صقلها ومن ثم ننافس بها ونرفد بها المجتمع. عصام الدين عباس، الشروق، ولاية الجزيرة، مدينة واد مدني.